حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إدماجهم الاجتماعي والمهني، وما يهيمن على أشغال المنتدى الوطني السابع للإعاقة. باحثون في المجال القانوني والاجتماعي، فاعلون من المجتمع المدني وممثلون لقطاعات حكومية حضروا اللقاء من أجل مناقشة النهوض بحقوق هذه الفئة، خاصة فيما يتعلق بالتشغيل، الصحة، وضمان ظروف عيش أمثل لهؤلاء في ظل احترام لحقوقهم وكرامتهم. من أننا نخرج بتوصيات عملية، توصيات تجيب وبصراحة على مدى قدرتنا على سد الثغرات القانونية اللي ما كتمكنش الشخص في وضعية إعاقة بصفة عامة، وخصوصا الشخص في وضعية إعاقة ذهنية ما كتمكنش أنه يحظى بالحقوق دياله كالأسوية في الشغل، في الصحة، وفي جميع المجالات. حوالي 7% هي النسبة التي تهم تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب في القطاعين العام والشبه العام. هذا الرقم لم يتم تفعيله في ظل إطار قانوني منظم للتشغيل لا يحمي بالشكل الكافي حقوق الأشخاص ذوي إعاقة في هذا المجال. أما القطاع الخاص فلم تحدد فيه إلى حدود الآن نسبة المناصب الممكن إسنادها للأشخاص في وضعية إعاقة. ونفكر أيضا في خلق صندوق خاص يعنى بهذه الفئة ولمساعدة المقاولات، لتحفيز المقاولات على تشغيل الأيدي العاملة، وكذلك ينبغي محاربة بعض الكليشيهات السلبية. الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، الجوانب القانونية وواقع القوانين هو عنوان الملتقى، والمسعى الآن هو الترافع من أجل تحسين الولوج إلى التشغيل خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، اقتراح الإطار القانوني المناسب لحماية هؤلاء في مجال التشغيل، ثم تعبئة مختلف الفاعلين في المجال من أجل تشغيل ملائم للأشخاص في وضعية إعاقة.